في مرفأ نادي اليخوت زيتونة باي البيروتي الشهير، عرضت إحدى شركات اليخوت الفخمة مجموعتها الجديدة لهذا العام بطريقة فريدة، إذ شاركت عارضات أزياء في تقديم مجموعة مصمم الأزياء العالمي إلي صعب لربيع صيف 2015 للخياطة الراقية أو الأوت كوتور. وهنا يتمايلن على متن اليخوت الجديدة تارة وأرصفة المرفأ تارة أخرى، مجموعة استوحاها صعب مما كانت ترتديه المرأة اللبنانية في ستينيات وتسعينيات القرن الماضي، فجسد ذلك في ملابس بدت فضفاضة وصيفية بامتياز. اليوم هذا مش عرض، هذه ليلة كتير مميزة لألي، لأن أنا هذه بيروت اللي بحبها، وهذه البيروت اللي بحلم دايما تكون هيك. يعني هن كلهم كماليات كتير مميزة بحياة أي إنسان قادر، يعني هي نوع من الفخامة بطريقة عيش مختلفة. كانت المجموعة مستوحية من أعماق البحار ومن اليخوت ومن البحر. فخامة اليخوت وجمال المرأة هما عنصران يلتقيان صيفا حسب رأي صعب، ومن هنا جاءت فكرة عرض الأزياء واليخوت في آن معا. كما حضر العرض البحري عدد من مصممي اليخوت العالميين ومندوبي شركات بناء السفن الفخمة وخبراء أزياء أتوا من أوروبا وأمريكا. The show was just amazing. Beautiful colors. العرض كان حقا جميلا بألوانه وديكوراته. أحببت كثيرا ألوان المجموعة، خصوصا الأزرق البحري والألوان الأخرى الربيعية الصيفية التي نرتديها في الرحلات البحرية. استطاع إلي صعب من خلال هذا العرض تجسيد ما كان يحلم به منذ زمن بعيد، أي إقامة حدث في العاصمة اللبنانية يجمع بين أكثر من عنصر فخامة أو حداثة كاليخوت وعروض الأزياء. ليث بزاري، العربية، بيروت.